يمكن يقتنع مني. إليف شغلي عقلك شوي، هالحقير بده يوقع بيناتنا. خليني أجرب. بيعمل لك غسيل دماغ، هو شاطر بهالأمور. ما رح يقدر معي، بوعدك بهالشي. لو سمحت من شأن إبراهيم. تمام، بس بتديري بالك، ماشي؟ اسمعني، صار له ابني يومين مخطوف، وانا بكل لحظه عم بتحسر على بعده عني. لو سمحت خلصني من هالحسره بقى. لوين اخذت ابني؟ خلينا نرتاح لو سمحت. مقهور على بنتك سيهام، حاسة بشعورك، بس صدقني نحنا بنوب مالنا أي علاقة بموتة بنتك سيهام. وحتى أنا حاولت إني أنقذها، والله حاولت، صدقني. بترجاك كرمال الله لا تعاقبني بحسرتي على ابني، ما بستاهل هالشي منك. وينو ابني؟ وينو؟ يلا خلصني. فيك شي؟ انت منيح؟ ابني شكرا لأنك اجيت. انا ما اجيت مشانك، اجيت من شان إليف. ليك عزيز، انا عم احكي الحقيقة ولازم تسقفيني، ماشي؟ وشي إليف. عزيز إليف، انت منيحة؟ شوفي شبك، ورجيني. انت منيحة؟ ما فيك شيء. إليف صار لك شيء؟ انت منيحة؟ خفت عليك كتير، وجعني كتير. تعالي لهون، تعي. يلا احكي لشوف، وينو حفيد إبراهيم؟ وينو؟ يلا احكي، وينو حفيد إبراهيم؟ وينو؟ نكير عنك. Thank you.
أنت منيح؟ بردان شوي على الأغلب. رح شوف إذا في شي بالسيارة غطيك. تعي لهون. تعي. أنا بعرف وين موجود ابنك. كواجك شارع ميلتام رقم 12. نزار آيدن مخبي ابنك هنيك والمفاتيح بجيبته. روحي خدي ابنك وخلصيني من هالعذاب. يلا انقلعي. يا ربي أنا شو عم ساوي؟ نزار؟ إليف شو صار؟ قدرت كارا يدلني على العنوان، قال لي إنه إبراهيم هني. يلا عزيز لازم نروح لهنيك بسرعة. طيب طلعي بالسيارة. روحوا لنشوف. فكركن رح تلاقوه هنيك ها؟ صباح الخير سيدي، كيفك؟ مبسوط بالنوم على الفرشة تبعتنا يلي محشية بريش نعام؟ ها؟ فينا نحكي شوي مع بعض؟ شو ضل لسه لنحكي فيه؟ انا عندي كتير حكي. ولك وينو حفيدي؟ بجهنم الحمراء. بجهنم الحمراء؟ بجهنم الحمراء. بدي اقطع راس الحيه.